صدق أو لا تصدق، الشعوب العربية عم تاكل مشتقات الخنزير منذ الطفولة من خلال مادة الجيلاتين المستخرجة من جلد وعظام الخنزير، واللي بتستخدم لصناعة بعض المنتوجات الغذائية وبعض المواد التجميلية. مين منا ما أكل صبابيط السكر؟ هيدي هون أحيانا بتجي بأشكال صبابيط مختلفة الألوان والأشكال، هيدي كلها مصنوعة من الجيلاتين أو جلد الخنزير. مين منا ما أكل هالسكاكر هيدي اللي بتجي بكافة الأشكال والألوان؟ هيدي على غلافها مذكور إنها مصنوعة من مادة الجيلاتين. مين منا ما أكل هالأنواع من البونبون؟ هالبونبون اللبناني والطري، هيدا مذكور عليه انه مصنوع من الجيلاتين. مين منا ما اكل هالحلوى الملونه والطريه واللي كنا حبيناها ومطعميها لاولادنا؟ هيدي كمان مذكور عليها انها صنعت من الجيلاتين. بس كمان ما بدنا نظلم كل الشركات، في كتير شركات تستخدم الشمع او النشويات لتصنيع الحلويات. المهم انه نقرا. مين منا ما تناول أدوية؟ حبوب الأدوية هيدي الغلاف تبعها معظم الشركات بتستخدم مادة الجيلاتين لتصنيعها، خاصة الأدوية الأنبوبية اللي شايفينها هلأ. حتى اللبن اللي بتسوقه بعض الشركات على أنه نسبة الشحوم فيه صفر، هون عندي لبن على فاكهة، على غلاف العلبة مذكور نسبة الشحوم صفر، وبالمحتويات مذكور انه مصنع من مادة الجيلاتين. هيدا كله جيلاتين مثل ما شايفين، كلها مادة جيلاتين. بعض انواع الزبدة، بعض انواع الزبدة، بعض انواع الجبنة، وبعض انواع المربى، وبعض انواع سمون المارجرين، كلها تصنع من مادة الجيلاتين. واللائحة طويلة ما بقدر اسردها كلها هون، بس عم اعطيكم فكرة عن مدى استخدام هالمادة في المأكولات اللي بنشتريها. اما تجميليا فالجيلاتين بيستخدم بالكريمات، باقلام الحمرة، بجيل الشعر، وحتى الشامبو ومزيل طلاء الاظافر. ومعظم الشركات كمان بتستخدم مادة الجيلاتين، وهي بتستخدم ايضا هالمادة، يعني بتستخدم طبيا لملء الفراغ بين العظام، وعادة بخبر الطبيب المريض ويستشيره في حال كان عنده موانع دينية. كيف بيستخرج الجيلاتين؟ الجيلاتين هو جزئيات من الكولاجين تستخرج من جلد الخنزير وعظامه المسلوقة والمطحونة وأعضائه وأمعائه. خلال عملية الاستخراج تصدر رائحة كريهة جدا، ولإزالتها بيستخدم الخبراء مادة خاصة حتى يصير الجيلاتين شفاف بلا لون ولا نكهة ولا رائحة، تماما مثل هالهلام اللي بين ايدي، اللي لما منسخنه نرجع من برده بيتخذ هالشكل الهلامي اللي ما له يعني رائحة كريهة، بل رائحة جميلة. بيعطروه، بيحطوا له النكهات والألوان، وبتصير بهالشكل هيدا. كلنا أكلناها وكلنا طعمينا أولادنا منها. واستخراج الجيلاتين بيتطلب إشراف حكومي وطبي، لأنه جلد الحيوانات الخام قد ينقل مرض الاعتلال الإسفنجي. شايفين هذا الجيلاتين كله هيدا من جلد وعظام الخنزير. وسنة 2003 طلبت لجنة سلامة الأغذية الأوروبية عدم استخدام الجماجم والأعمدة الفكرية للمواشي اللي عمرها أكثر من سنة في تصنيع مادة الجيلاتين. ونحن شو لازم نعمل؟ لنتأكد من المأكولات أنها خالية من الجيلاتين لازم نقرأ المحتويات جيدا. والشركات اللي بتستخدم الجيلاتين الغير مستخرج من الخنزير تذكر عادة عبارة جيلاتين حلال، لإشارة أنه الجيلاتين المستخدم مصدر من مواشي غير الخنزير، وأنه هالمواشي ذبحت شرعا. وعندي هون أرقام
سحبتها من موسوعة ويكيبيديا. مثل ما شايفين هون ال 44%، هذه أرقام عن نسبة مصادر المواد اللي بتستخدم لاستخراج مادة الجيلاتين. عندي 44% من جلد الخنزير، 27% عظام خنزير، 28% مواد أخرى، 1% مصادر أخرى. وإذا جمعنا الجلد مع العظام تبع الخنزير بيطلع لنا 71% من مادة الجيلاتين المستخدمة عالميا هي من مادة من الخنزير، مستخرجة من الخنزير. إذا لازم نقرأ دائما المحتويات لما نشتري المواد الغذائية، نتأكد أنها خالية من مادة الجيلاتين، واللي رمزها الصناعي E441، رمزها الصناعي E441، هذا رمز مادة الجيلاتين الصناعي.